طبعا هاي رسالة الشيخ مازن اللي ضرب الرجال اللي قال انا ادخلي ببيتك وضربه. احب اقول لك الشيخ يكون عنده اخلاق، الشيخ يكون متسامح، الشيخ ما يصعد هيك شلون ما كان، الشيخ مو حطلع قال وقعد بمضيف وقال انا الشيخ، الشيخ له كلمته، الشيخ له اخلاقه، الشيخ متسامح، الشيخ معروف بهيبته وكلامه، ماكو شيخ يقول قوار، يا شيخ يقول قوار. ترى كنا بابة شيوخ وبابة عرب وبابة عشاير، جيب لي هسه الشيخ، جيب لي هسه الشيخ، منين ما تريد تجيب جيب، ماكو واحد شيخ ابن اوادم ويسمي نفسه شيخ يقول دوار، ماكو هيج. وين على ابوك؟ لابو عمار الحكيم، منقهر عليه، هسه انت وياك في زوج العالم، منقهر عليه؟ هو ايش خربنا غير هذول الخرية؟ خربنا غيرهم؟ الولاء لايران؟ عازم ببيتك ليش تدري ليش؟ لانك لوقي، لانك لوقي وجايبلك واحد شايل سلاح. ترى كنا بابة عشاير وعندنا اسلحه، وين ما تريد عندنا عيد، وين ما تريد عندنا عيد، تمام؟ مو بس انت خليها ببالك تتلوق جايب لك سلاح شيخ مازن ولي تعال شنو بابته؟ انت تعال برجلنا ما لبسك، ما نشرب فيك السعود هذا اللي الفيديو نشرته وشوفوني وقاعد هيجي شنك نعال، شنك نعال، لا خلق ولا اخلاق، واحد من الشوارع، واحد من الشوارع. انا احكي وياك من بيت آل دارم تميمي، زين لازم لك تلموس ومزين شوار بالرجال، يعني شنو مثلا جبت تلموس وزينت شوار بعد ترجل منه؟ لا لا خليها انت اخنف مني، انت اخنف مني. تدري ليش هو ارجل منك؟ هو اجل بابك، هو اجل بابك، ما خاف، مو مثلك جايب لك لام لك كم واحد حبر بشيه يلا يسوي لنا حركات وتصوير، تمام؟ المفروض واحد مثلك ومثل اخلاقك ينزع العقال مالته ويزين شواربه ويقعد بالبيت، ماشي؟ لا تتجاوز على اي واحد من ولدنا، مو كل واحد صار للشيخ ويتمادى على العالم، مو كل واحد صار عنده شويه ظهر ويتمادى على العالم، تمام؟ بس عمن هذا الرجال لو عنده ظهر كان كسر ظهرك، تمام؟ خليها ببالك، لا تصير خني، خلي تكون رجال ويا رجال، لا تجيب لك خبر بشيء وانتهى، ماشي؟ ونصيحه من بنت آل دارم، صير رجال وطلها سوالفك يا اما كنت عليك ليش ما غلابسه هذا مال الشيوخ، تمام؟ يا اما تمشي مثل الاوادم وتتصرف مثل حالك هذا الزين، تمام؟